السلام عليكم ورحمة الله. أتابع حيث توقفت في الفيديو السابق. أريد الآن أن أجمع مفتاح الخريطة والصورة الكارتوغرافية في صفحة واحدة وأضيف إليها مجموعة من الشروح الأخرى حتى أحصل على خريطة متكاملة، وبالتالي فموضوعي سيكون هو إخراج خريطة ميزون باج دين كارت. وأحتفظ بنفس المثال وضع خريطة التقسيم الإداري. أعود إلى مابانفو. توقفت هنا، سأخفض هذه النافذة وأحتفظ بنافذة الخريطة. إذا أردت أن أجمع هذه العناصر في صفحة واحدة، فعلي أن أفتح نافذة جديدة لم نكن قد استعملناها من قبل من القائمة فينيتخ. هذه النافذة هي نافذة الإخراج ميز أون باج، يمكن الوصول إليها بسرعة باستعمال زر F5 في لوحة المفاتيح أي في الكلافي. ميزون باج، ميزون باج عندما أضغط عليها أحصل على نافذة أخير فيها بين ثلاثة اختيارات، إما الاختيار الأول وهو وضع إطار لنافذة الخاصة بلائحة البيانات، أضغط هنا أوكي. لاحظوا على أنه بشكل أوتوماتيكي أعطاني مابانفو نافذة جديدة تختلف في سماتها عن نافذة الخريطة وعن نافذة الجدول كذلك. يمكن تكبيرها هكذا. هذه النافذة فيها مفتاح الخريطة هو هذا، وفيها الصورة الكارتوغرافية. إذن هذا بشكل أوتوماتيكي. الاختيار الثاني، لأن هذا هو الاختيار الأول، الاختيار الثاني أعود مرة ثانية هنا ميزون باج. يمكن وضع أكثر من نافذة إخراج واحدة. يقول لي إنني سأضع إطارا لكل نافذة مفتوحة. كم عدد النوافذ المفتوحة لدي؟ لدي مجموعة من النوافذ. أضغط هنا، لاحظوا لدي نافذة الخريطة ونافذة المعطيات ونافذة المفتاح، وقدمها لي أيضا في صفحة إخراج واحدة، علي فقط أن أقوم بتوضيبها و تنظيم مواقعها. الاختيار الثالث، إذن هذا هو جدول المعطيات، وهذه نافذة المفتاح ونافذة الخريطة. أضغط بالزر الأيسر وسطها، ثم يمكنني أن أنقلها هنا وأنقل المفتاح هنا مثلا، ثم أتصرف بخصوص الجدول، فليس هذا الآن موضوعنا. الاختيار الثالث، إذا الاختيار الأول والاختيار الثاني، الاختيار الثالث
ميزون باج، أضغط على آخر زر، وهنا يقول لي سأعطيك نافذة لإخراج الخريطة، ولكنها نافذة فارغة، أي لا يوجد فيها أي إطار. لماذا؟ لأنني أنا الذي سأتحكم في وضع العناصر التي أراها مناسبة في صفحة الإخراج هذه. سأختار إذن هذا الصنف الأخير، أوكي. لاحظوا بالفعل أعطاني صفحة بيضاء هكذا، وعلي أنا أن أتصرف. سأقوم شيئا ما بتكبير هذا المجال. إذن أنا الذي سأضع النوافذ، وهنا كيف سأضع نافذة؟ أريد أن أضع نافذة الخريطة لوضع النوافذ. أعود معكم إلى شريط أدوات الرسم، هذا الشريط سأنقله من مكانه هنا. هذا الشريط كنا قد تحدثنا فيه عن مجموعة من الأدوات، ولكننا استثنينا الحديث عن هذه الأداة واسمها إطار، لم نوظفها من قبل. توظيفها يكون عندما نفتح نافذة إخراج. لاحظوا إنها تكون غير مفعلة، عفوا، في حالة ما إذا كنا مثلا على خريطة، حتى وإن فعلنا الطبقة، طبقة هيكل هذه الخريطة، فكل عناصر الرسم تلاحظ أنها مفعلة إلا هذه الأداة غير مفعلة. متى تفعل؟ عندما أفتح نافذة إخراج. لاحظوا الآن أن بإمكاني استعمالها، أضغط عليها ثم أنتقل بالفأرة إلى صفحة الإخراج وأضع إطارا يناسب ما أريد أن أضعه وسطه، وهنا أريد أن أضع الصورة الكارتوغرافية هكذا. ما إن أرفع يدي عن الزر الأيسر من الفأرة حتى لاحظوا تظهر لي نافذة. لماذا هذه النافذة؟ لأحدد ما الذي أريد أن أضعه في هذا الإطار. هل تريد أن تضع خريطة؟ أو تريد أن تضع معطيات، جدول معطيات، أو تريد أن تضع مفتاحاً أو أشياء أخرى. بالطبع أنا أريد خريطة، إذن سأتركها هكذا. ثم هنا يحدد لي أبعاد الخريطة، وهنا يحدد لي المقياس، مقياس هذه الخريطة، وهي أشياء سنتعرف عليها. سأترك هذه الأشياء كما هي الآن وأؤكد أوكي. لاحظوا بالفعل قد ظهرت لي خريطة تشبه الخريطة التي كنت قد حصلت عليها، أو قد قدمها لي مابانفو أوتوماتيكيا في وقت سابق. إذن سأشتغل بهذا الصنف الثالث حتى أستطيع أن أتعود على إنتاج عناصر صفحة الإخراج بالشكل الذي أريد. سأشتغل إذن بأوكان كادر وأتابع في هذا الإطار. إذن سأشتغل
ألغي نافذة الإخراج هذه، وألغي كذلك نافذة إخراج أخرى كنت قد حصلت عليها هي هذه، وأحتفظ بنافذة الإخراج هذه وأضعها بشكل متجاور مع خريطتي هكذا موزايك، ثم أقوم بتكبير هذا الحيز حتى أستطيع أن أشتغل بشكل جيد وواضح. هناك شيء ينبغي التذكير به، لاحظوا عندما أنتقل إلى الخريطة هنا لاحظوا سأقوم بزحزحة هذه الخريطة قليلا في نافذة الخريطة، لاحظوا على أن مجال موجود داخل الإطار يصبح أزرق، لماذا؟ لأنني غيرت هذا الموقع ويجب علي أن أقوم بتحيين الإطار في نافذة الإخراج حتى تظهر لي الخريطة في موقعها الحالي، وهذا ربما يكون مزعجا لأنه كل تغيير أضعه في الخريطة يؤدي إلى ازرقاق في هذه النافذة. لكي أتخلص من هذه الزرقة وأرى في نفس الوقت ما يحدث من أو آثار ما يحدث من زحزحة أو من تغيير أجريه في نافذة الخريطة، علي أن أفعل أضغط هنا في الجزء الأعلى من نافذة الإخراج لتفعيلها، وبعد ذلك أخذ القائمة ميز أون باج ومنها أوبسيون، لاحظوا لدي هذه المجموعة من الأزرار وهي تحت عنوان أفيشي لو كونتوني دي كادر، إظهار محتوى الأطور. هل تريد أن تظهر المحتوى فقط عندما يكون الإخراج نشيطا أي مفعلا وهي حالتي هذه السابقة، أو لا تريده أن يظهر، أو تريد أن يظهر بشكل دائم، أن يظهر مضمون أو محتوى الأطور بشكل دائم، سأنقلها إلى أون بيرمانونس هكذا، أي لا أريد تلك الزرقة أن تظهر مرة أخرى، بل أريد أن يظهر لي كل التعديلات التي أجريها في نافذة الخريطة في نفس الوقت الذي أجري فيه هذه التعديلات. إذا حولته من الاختيار الثاني إلى الاختيار الأول وأعود مرة ثانية، أوكي. الآن لاحظوا سأزحزح الخريطة في نافذة الخريطة ومباشرة تتزحزح في نافذة الإخراج، أغير موقعها إلى الموقع المناسب. إذا كانت الخريطة صغيرة أو كبيرة بالمقارنة مع الإطار الذي توجد داخله، فما علي إلا أن أضغط وسط الإطار، أن تقوي الإطار وأضغط وسطه بالزر الأيسر مرتين هكذا، تظهر لي تلك النافذة التي ظهرت في البداية. وهنا أقوم بتعديل المقياس، مثلا هنا من هذا الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن لدي، أو عفوا، كل سنتيمتر في هذا الإطار يمثل 3
الكيلومترات ونصف، كل سنتيمتر يمثل 3 الكيلومترات ونصف. سأقوم بتكبير الخريطة وسط الإطار ليكون كل سنتيمتر يساوي 2 كيلومتر. لاحظوا ماذا هذا، أقوم بالعملية العكسية، أضغط هنا مرتين وبدلا من 3.5 أضع 5. لاحظوا كيف أصبح صغيرا، لكن أنا أريد أن تكون الصورة الكارتوغرافية في قياسها مناسبة للإطار، وأن لا يبقى هناك فراغ أو بياض كثير حوله. لذلك فإنني سأضغط مرتين وسأختار مثلا 3، لازالت كبيرة، أختار 3.5، وهنا يظهر بأن الأبعاد مقبولة سأحتفظ بها. الشيء الآخر هو أن أضيف إلى هذه الخريطة شروحها، وهذا سيكون موضوع الفيديو المقبل.